سلام عليكم. اليوم راح نحكي عن سمكة القرش. سمكة القرش في 4000 نوع، كلهم نفس ميزة. تقريبا. من ميزاتهم حاسة الشم، سرعة السباحة، تشدد الأسنان، هيكل غضروفي، حاسة الشم عنده قوية، عنده قوية لدرجة بشم نقطة الدم بمسبح أولمبي. بمسبح أوروبي. الكورس اتعال سن من اثنانه يطلع سن من بدانه. أكشن. السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن سمكة القرش. سمكة القرش في إلى 4 أنواع.